عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن هذا اليوم بعد أن قام بزيارة رسمية لروسيا الاتحادية تلبية لدعوة تلقاها جلالته من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. أجرى خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس الروسي تناولت علاقات الصداقة والتعاون الطيبة ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، إضافة إلى لقاءات جلالته مع أصحاب الفضيلة والقداسة رجال الدين في روسيا الاتحادية. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.